يقاطعون الدراسة للشهر الرابع على التوالي طلاب جامعات الطب والصيدلة في المغرب قاب قوسين أو أدنى من سنة بيضاء. إضراب عن الدراسة من أسبابه رفضهم لقرار تخفيض سنوات الدراسة والتكوين من 7 إلى 6 سنوات ووقف الزيادة في أعداد الطلبة الوافدين ومطالبتهم بالرفع من تعويضات الطلاب عن المهام في السنوات من 3 إلى 7 فضلاً عن مطالبهم بالتراجع عن القرارات التأديبية المتخذة في حق ممثليهم. في المقابل ترفض وزارة الصحة والتعليم العالي التراجع عن قرار تخفيض سنوات الدراسة والتكوين باعتبار ذلك مسألة سيادية، فيما تؤكدان استعدادهما لاستجابة لأغلب مطالب طلبة الطب والصيدلة. الحكومة تعاملت مرونة، واليوم هذه المرونة وصلت لواحد المستوى اللي ما يمكنش نفوت واحد الخط الأحمر اللي تكون فيه بعض المزايدات أخرى، ولهذا هذه الأمور كتتعلق بالسيادة ديال الدولة. أزمة جديدة يشهدها قطاع الصحة في المغرب الذي يعاني من فقدان ما بين 600 و700 طبيب سنويا، ويسجل عجزا يقدر ب 30,000 طبيب. فكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف؟